الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة لتركيا. إذن مشاهدينا هذه الصور مباشرة ننقلها من استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور تركيا وخاصة لبحث ملف أمن الحدود وأيضا ملف الأمن المائي وخاصة على وقع أزمة الجفاف التي تضرب العراق للمرة الأولى ربما حاليا ويترأس طبعا رئيس الوزراء العراقي وفد حكومي رفيع.